الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والقعود والمجلس والجليس والرؤية، قال في باب ما يقوله عند النوم، قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه فوائد، أولها صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم. قد مر علينا أنه كان ينام على شقه الأيمن، وورد في هذا الحديث أنه يضع يده تحت خده، فإذا نستفيد صفتين: الصفة الأولى أنه ينام على الشق الأيمن، والصفة الثانية أنه يضع يده على خده، وهذا على سبيل الاستحباب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام: اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وليه النشور. وهذا نستفيد فيه أن الإنسان ينبغي له أن يكون على ذكر الله عز وجل في كل أحواله، وذلك شرعت لنا الأذكار في كل أوقاتنا، نذكر الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبنا وفي كل أحوالنا، وذلك المسلم ينام على ذكر الله ويستيقظ على ذكر الله عز وجل. وذكر الله عز وجل من أعظم ما يحفظ به الله سبحانه وتعالى عبادة، وذلك شرعت لنا الأذكار في كل أحوالنا. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام: باسمك اللهم أموت وأحيا، ثم إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهنا فائدة أن النوم يسمى موتا، النوم يسمى موتا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فسمى النوم موتا، والنوم موتة صغرى، وهو دليل على الموتة الكبرى، ودليل على البعث بعد النشور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: وإليه النشور، تذكير بالبعث بعد الموت. وذلك لأن الإنسان يموت موتة صغرى في نومه ثم ينشر من هذه الموتة الصغرى، فكذلك إذا مات الموتة الكبرى فإنه ينشر بعدها يوم القيامة. فهذا من أدلة البعث، من أدلة البعث بعد الموت، مما يرد به على منكرين، على منكري البعث بعد الموت، وذلك يرد عليهم عقلا بالموت، بالموتة الصغرى. فأنت الآن تموت موتة صغرى، لا تعرف ما يجري حولك في نومك، تكون في عالم آخر عن هذه الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك تستيقظ. فكذلك الموت، تموت موتة كبرى في عالم البرزخ، ثم بعد ذلك تنشر بعد هذه الموتة الكبرى. فالموت من آيات الله عز وجل، بل من آيات الله العظيمة، لذلك قال سبحانه وتعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فالنوم من آيات الله سبحانه وتعالى، من تفكر فيها عرف عظمة الله سبحانه وتعالى، وعرف أن هذه الروح التي بين جنبيه بيد الله سبحانه وتعالى في أي وقت يقبضها. فأنت في حال الموت بين الدنيا وبين الآخرة، فمن استشعر هذا الأمر عرف عظيم قدر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن يعيش بن طبخ الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذ رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد: أولا، جواز الاضطجاع في المسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الصحابي اضطجاعه في المسجد، وإنما أنكر عليه طريقة الاضطجاع، في المسجد. فإذا تعب الإنسان وأراد أن
يعني يأخذ راحة قليلة في المسجد بأن يضطجع فإن هذا لا بأس به، بل إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مستلقيا في المسجد، مستلقيا يعني مضطجعا، سيمر علينا الحديث إن شاء الله في الجلسة القادمة بإذن الله عز وجل. والفائدة الثانية جواز الركض بالرجل. ما معنى الركض بالرجل؟ يعني يغمز الرجل برجله بهذه الطريقة، وأن هذه ليست من الكبر، ليست من الكبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع هذا الصحابي، قال إذا رجل يحركني برجله، يعني يحركه برجله، يضربه برجله، فهذه ليست دليلا على الكبر إلا من اتصف بصفة الكبر وكانت نيته التكبر على الخلق. أما من يفعلها يعني من دون تكبر فإن هذه لا بأس بها وليست داخلة في الكبر، والإنسان يعرف ذلك من نيته، والرجل يعرف من يفعل معه هذا الفعل بمعرفته لمن يقابله ومن يفعل معه هذا الفعل، فأنت تعرف من يفعلها تكبرا ومن يفعلها من غير تكبر. ومن الفوائد أيضا أن هذه الضجعة المراد بها هو النوم على البطن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنها ضجعة يبغضها الله، إنها ضجعة يبغضها الله، وفي رواية يكرهها الله، وجاء أيضا في رواية لا يحبها الله. وهذه الضجعة حكمها عند أهل العلم أنها مكروهة، أنها مكروهة، واستدلوا بهذا الحديث. والتعليل يعني على كراهية هذه الجلسة ذكر العلماء عددا من التعليل، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها ضجعة أهل النار، فهذا تعليل بالنص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ضجعة أهل النار. وقيل إن هذه الضجعة يعني فيها امتهان للوجه الذي هو أشرف الأماكن وفيها نوع من الذل، وقال بعضهم أن هذه يعني الضجعة تشبه ضجعة قوم لوط، وغير ذلك من التعاليل التي ذكروها في كراهية هذه الضجعة. ولكن هذا الحديث أصلا مختلف في صحته، هناك من أهل العلم من ضعفه كالإمام البخاري رحمه الله والدارقطني وابن أبي حاتم وغيرهم من أهل العلم، وصححه جماعة من المتأخرين، وذكر بعض طلاب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أن آخر يعني قول الشيخ في هذا الحديث أنه لم يصححه، فمن صحح هذا الحديث أخذ الحكم من هذه من هذا أخذ الحكم حكم هذه الضجعة من هذا الحديث، ومن لم يصح هذا الحديث وعله كما عله بعض أهل العلم كالإمام البخاري رحمه الله والدارقطني فإنه يعني لا يكره هذه الضجعة إلا إذا كان هناك ضرر، إلا إذا كان هناك ضرر. وقد ذكر بعض الأطباء أن هذه الضجعة فيها ضرر على الإنسان، فتكون الكراهية ليس بسبب الحديث وإنما بسبب الضرر الذي يقع على الإنسان بسبب هذه الضجعة. وعلى كل حال فإن الإنسان يعني يعمل في مثل هذه الأمور بلا حوض لدينه، فإنه لا يفعل هذه إلا عن حاجة، لا يفعل هذه إلا عن حاجة، فإن لم يكن هناك ثم حاجة فالأفضل والأحوط له أن ينام إما على ظهره لأنه لم يرد فيه نهي، أو ينام على شقه الأيمن، وهذا هو السنة. وذكر بعض أهل العلم أن هذه الكراهية لهذه الضجعة بالخصوص أنها خاصة بمن كان مثل حال هذا الصحابي، فهذا الصحابة أين اضطجع بهذه الضجعة؟ اضطجع في المسجد أمام الناس، فقالوا هذا الحديث يخصص بما ورد بالصفة الواردة، فيقال تكره هذه الضجعة إذا كانت أمام الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الصحابي اضطجاعه في المسجد يعني عند الناس، فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله. قالوا أما إذا كان من غير يعني وجود الناس، لو كان في بيته في غرفته فإنه لا يكره. وعلى كل حال كما ذكرنا أن لحوط الإنسان أنه لا يفعل هذا إلا للحاجة، وإما يستلقي على ظهره أو ينام على جنبه الأيمن، وهذا هو السنة. آخر حديث في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، رواه أبو داود بإسناد حسن. قال النووي رحمه الله الترة هي النقص، وقيل التبعة. وهذا الحديث فيه حث على أن الإنسان يعني يكثر من ذكر الله عز وجل،
وأنه لا يترك مجلسا ولا اضطجاعا إلا ويذكر الله سبحانه وتعالى فيه. فإن كان هذا المكان له أدعية مخصصة فإنه يقول هذه الأدعية المخصصة، وإن كانت هذه الضجعة لها أدعية مخصصة فليقول لها أدعية مخصصة. مثال الضجعة التي لا أذكار مخصصة ضجعة النوم، فإنه يقول أذكار النوم. أما إذا لم يكن هناك أذكار مخصصة فإنه يذكر الله عز وجل بأي ذكر، بالتسبيح، بالتهليل، بالتكبير، بأي ذكر يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. وأعظم الذكر قراءة القرآن، وذلك ينبغي لنا أن نحيي مجالسنا بتلاوة كتاب الله عز وجل. وقد جاء هذا عن السلف رحمه الله من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، أنهم كانوا يأمرون رجلا بأن يقرأ القرآن والبقية يستمعون. وهذا من أحسن ما تشغل به المجالس، أن نسمع الناس كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن فإننا نسمعهم من ذكر الله كفتوى، كمسألة، كحديث، كآية. المهم أن الإنسان يشغل هذا المكان بذكر الله عز وجل، لأنه إذا لم يشغل هذا المكان بذكر الله فإنه يكون عليه ترى، يعني عليه نقص وتبعه يوم القيامة. فهذا آخر حديث ذكره في هذا الباب، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.